ودي فقرة مهمة جدا لكل أولياء الأمور، لكل أب وأم عندهم أطفال. النهاردة يا جماعة العالم بيحتفل باليوم العالمي للطفل، اليوم اللي خصصته الأمم المتحدة للاحتفال بتحسين رفاهية الطفل. يمكن مصر واحدة من أهم الدول اللي بالفعل مهتمة بحق الطفل وحق رعايته، بحق توفير مناخ آمن ليه على كل المستويات، زي قانون حماية الأطفال من التنمر، زي الخط بتاع الأطفال اللي ممكن تكلمه تبلغ عن أي حالة من الحالات، ده غير بعض المسابقات الخاصة لتنمية مواهب الأطفال زي جايزة الدولة للمبدع الصغير وغيرها من الأنشطة اللي خصصتها الدولة المصرية لدعم الطفل. خلينا نقرأ ونستوعب إحنا عملنا إيه للطفل المصري ومفروض نعمل إيه. فقرة مهمة جدا جدا جدا، بنحط فيها علامات استفهام، بندق فيها نواقيس قطر نواقيس خطر، وبنشوف كل ما له علاقة بملف الطفل للأسرة المصرية. أرحبوا معنا بالدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير للأطفال تابعة لمؤسسة دار الهلال. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. وكلنا طبعا قرينا مجلة سمير زمان طبعا، وماجد وميكي، ويعني ده يعني بالنسبة لنا أهلا بيك يا فندم منورة. تراث صح ولا تراث؟ تراث. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين كلهم. أهلا بحضرتك يا فندم. في اليوم العالمي للطفل، تقييم للجهود المصرية المبذولة، عملنا إيه وناقصنا إيه؟ تقييم موضوعي في نقاط محددة بالنسبة لرأي حضرتك. طبعا بدأت الدولة المصرية الحقيقة تدي اهتمام شديد للطفل في الآونة الأخيرة، زيها زي أي مشروعات قومية، زي أي تنمية بتقام على أرض هذا الوطن، ده أكيد. ومثال بسيط قوي يعني اللي زي ما حضرتك ذكرت، جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت إشراف الدولة، الرئيس السيسي نفسه والسيدة حرمه هي اللي بتقوم بالإشراف على هذه المسابقة الكبيرة، وبتقوم بها وزارة الثقافة. وأنا تشرفت أن أنا في العام الماضي، هي طبعا العام ده كان العام الثاني ليها، العام الماضي كان أنا كنت عضو في لجنة تحكيم القصة، لأن هي أكثر من فرع يعني. تمام. كل الأطفال الموهوبين في كل الجمهورية بجميع وفي فئتين عمريتين علشان يبقى الموضوع متقسم مظبوط، في كل الفنون الجميلة اللي احنا بدأنا نفتقدها النهاردة، بنقول للطفل اتفضل، الدولة بتقول لك اتفضل بجائزة كبرى بتضاهي الجائزة التشجيعية، جائزة الدولة التشجيعية حاجة كبيرة قوي قوي. واحنا مش بنتكلم عن الناحية المادية بقدر ما بنتكلم عن الناحية المعنوية لهذه الجائزة. ان تكون جائزة من الدولة تحت إشراف سيادة الرئيس وحرمه بتقدم للطفل المصري، ده شيء كبير طبعاً وعظيم طبعا طبعا. الأجمل بقى اللي أنا كنت في السنة اللي فاتت كنت عضو لجنة تحكيم القصة، يعني أقرأ مجموعة قصص ونحكمها ونشوف الأفضل. السنة دي أنا كنت رئيس لجنة تحكيم القصة، رئيس اللجنة. والله أنا في خلال السنتين أنا شفت مواهب على الورق أكتر من رائعة وجميلة، لأن مصر مليانة بالمواهب مش بس في القصة، لا ده عندنا في الفنون، في البيانو، شفت حاجات الأولاد بيلعبوا بيانو، رجعنا تاني لباخ وتشايكوفسكي. أنا الحقيقة انبهرت في الاختراعات، عندنا أطفال مخترعين بيخترعوا حاجات جميلة وبأبسط الإمكانيات. هو ده اللي المفروض نعمله بقى في الفترة القادمة، وبدأ فعلا الأولى الخطوات الحقيقة دي، يعني جائزة المبدع الصغير دي من أجمل الحاجات اللي أنا شفتها وفعلا دخلت فيها وشفت هذه المواهب بنفسي الحقيقة واختبرتهم كمان. طيب يعني دكتور حضرتك مجلة سمير مجلة يمكن من أعرق وأقدم المجلات اللي بتخاطب الطفل، خلينا نتكلم، أنا مش قادرة أحدد بالظبط كم عمر مجلة سمير، لكن خلينا نقول أنه أجيال كثيرة قوي تربت عليها. تمام. النهاردة الجيل بعد جيل بيختلف، ويمكن الجيل النهاردة كل حاجة بالنسبة له مرئية. تمام. وكل حاجة بالنسبة له جيمز ويوتيوب والحاجات دي كلها، ازاي بتطوروا او ايه الدراسات اللي بتعملوها عشان تطوروا من الكونتنت او المحتوى بتاعكم عشان تقدروا توصلوا للأطفال النهاردة؟ جميل جدا، هنتكلم بقى بشكل جميل وعلمي. ان احنا مجلة سمير تعتبر اقدم مجلة مصرية وطنية اسبوعية، لان معظم المجلات للاسف في الفتره السابقه نتيجه لظروف اقتصاديه وكذا وكذا تحولت لمجلات شهريه، يعني كان في مجلات اسبوعيه تحولت لمجلات شهريه، وبعض المجلات اغلقت تماما. وده كانت حاجه، ده يعني علامه خطيره مش قليله. سمير بدات 56 في مؤسسه دار الهلال 1956 ومستمره حتى اليوم. وده انا بشوف انه تحدي الحقيقه كبير جدا ان مجله تفضل مستمره
أكتر من 65 سنة الحمد لله، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا يعني. طبعا لازم المحتوى يتطور. صحيح. يعني ما ينفعش ان انا المجله اللي كان بيقراها الجيل اللي هو سنه 56 او 60 او 70 حتى 80 مش هينفع عندنا، ولا 90 ولا 2000 ولا كمان ولا امبارح. لان التغيرات شديده طبعا، فلازم نحاول بقدر المستطاع نواكب العصر، سواء في شكل طبعا اي مجله بتتكون من نص ورسوم وحاجه بنسميها في لغه الصحافه الميزه اون باج او توضيب المجله. النصوص لازم تكون متطوره، نكتب حاجه قريبه من الاطفال يعني تكون قيمه وفي نفس الوقت قريبه من الطفل يفهم اللغه. طب انت راضيه بصراحه كده عن المعالجه الاعلاميه للدوله في ملف الطفل، وخصوصا ان النهارده الطفل، انا عندي بنتين تمام، هم قاعدين على اليوتيوب بيتفرجوا على مجموعه من الكرتونات اللي موجوده على اليوتيوب، انا مش عارف مصدرها تمام، انا مش عارف هي جايه منين تمام، انا مش عارف رسائلها المبطنه زي. يعني بيبقى ساعات رسائل مشكله واصبحت علنيه عن الاعلانات اللي بتيجي فيها، وانا مش عارف طب انا فين يعني انا عندي هل فين الكرتون المصري، فين البرامج المصريه، فين المجلات المصريه؟ احنا تقييمك الى المعالجه الاعلاميه ناقصنا ايه يا فندم؟ لا ناقصنا حاجات كتيره جدا، وخلال الفتره السابقه كان ناقصنا حاجات كتيره، لكن زي ما قلت احنا بدانا نحط رجلينا على اول الطريق. احنا في هجمه شديده جايه علينا، وانا عايزه انبه برضو من خلال البرنامج صباح الخير يا مصر ومن خلال حضراتكم ان في هجمه شديده جايه علينا من خلال افلام الاطفال ومن خلال الكرتون اللي بيقدم للاطفال من الخارج ومن خلال الافكار اللي كانت يعني ما كانتش بتفرد. علنيه يعني بتفرد. هي بتفرض بس هي كانت خفيه، رسائل خفيه في الاول كده على استحياء، النهارده بقت علنيه لقضايا يعني مرعبه الحقيقه، فيها اخلاق، هيبقى فيها وطنيه، هيبقى فيها دين، هيبقى فيها كله بتقضي على كل حاجه الحقيقه. ولو سيبنا اولادنا قدام الفيجوالز وكل ما هو مرئي، طبعا السوشيال ميديا جميله والتكنولوجيا جميله وكل حاجه، لكن لازم يكون في كنترول كبير جدا مننا. دي اول حاجه. دكتور لو كل ولي امر بجد يعني عشان هما انا فعلا بشفق عليهم، هما بيعانوا ان هما خلي بالك دلوقتي صعب انه يعملوا كنترول. فلو النهارده انت حضرتك اتحت لابنك او بنتك الاختيار ما بين الفيجوالز او الكرتونز اللي احنا مش عارفين يمكن رسائلها ايه، سواء العلنيه او غير المعلنه، بتخاطب يمكن اللاوعي لدى الاطفال. صح. كمان صح. ويمكن حطيت قدامه مجله زي مجله سمير وقلت له، اديته الاختيار، على فكره مع الوقت هيبتدي يفتح المجله ويبقى عايز يقرا ويشوف ويتعلق مع الشخصيه دي ويشوف ايه اللي والاحداث عايز يحصل فيها ايه. ده صحيح. وفي يعني امريكا على فكره انا شفت الاولاد يعني طبعا هم متطورين وبيستخدموا التكنولوجيا بشكل كويس، وفي نفس الوقت مرتبطين جدا بالقراءه سواء الكتب او المجلات. احنا محتاجين بقى زي ما حضرتك قلتي الوعي او الامور كمان يبقى ليهم دور اكيد. احنا في مصطلح طلع احنا ما كانش وقتنا قوي اسمه التربيه الوالديه، انا يعني لسه انا من قريب انا حتى عرفت هذا المصطلح، ان ازاي نوعي الاب والام على طريقه ان هم ازاي يهتموا باطفالهم. احنا يمكن زمان كان الموضوع ده بيتم بشكل تلقائي وجميل، الاباء والامهات في فتره سابقه ما كانوش محتاجين الحقيقه دي، وكانوا بيقوموا بدورهم، الاب بيقوم بدوره على اكمل وجه والام بتقوم بدورها على اكمل وجه. انا هحكي لك عن تجربتي وانا طفل، انا تربيت على اعلام الدوله تمام. على عفاف الهلاوي حبيبتي، على سينما الاطفال، الله سينما الله. على كل هذه الحاجات كان فيها يا فندم البرلمان الصغير تمام. كان فيها قيم تمام. وكان فيها اخلاق، وكان فيها وطنيه، وكان تمام. فيها دين تمام. وكان فيها رسائل مبطنه بتاتيني كطفل، والله العظيم بجد بكلم بجد، الاعلام المصري ساهم في تكوين طبعاً. شخصيتي كطفل. انا عامل ايه دلوقتي؟ تقييم عامل ايه؟ ناقصني ايه؟ والله انا يعني طبعا الاستاذ عفاف الهلاوي وقبله فضيل دول كلهم انا كان ليا الحظ والشرف ان انا بقى دول اصدقائي الله. فعلموني حاجات حلوه جدا، ازاي ان احنا نكون كلمه صادقه، ازاي ان انا اكلم الطفل بشكل صادق. يعني استاذه عفاف الهلاوي كانت تطلع تستعرض الافلام اللي موجوده ويبقى فيها شبه نقد كده، واتفرج على ده وشوف الكرتون ده بيقول ايه وهكذا. قبل فضيله مش هنتكلم عن الحكي طبعا وقوه الحكي وجماله والصوت الذهبي والصوت الحلو الجميل طبعا. وتقول لي انا بقول الحاجه اللي انا حاسه بيها للطفل، هو ده
مربط الفرس ان احنا اولا لازم يكون في برامج كتيره، يعني ما يكونش برنامج واحد، لا برامج كتيره بتخاطب الطفل في كل المجالات. احنا النهارده عندنا مجالات كثيره جدا ممكن نكلم الاطفال فيها ونلاقي مردود جميل. كان عندنا بكار كانت طبعا طبعا الكرتون المصري، الكرتون المصري شخصيه مصريه جميل جميل النوبه بيعبر عننا مش بيعبر عن حاجه ثانيه مختلفه يعني. ولو ان انا بقول ان التعرض للبيئات الاخرى ما هوش غلط برضو، يعني لازم الاطفال يشوفوا البيئات الاخرى ويشوفوا الثقافات الاخرى ويتعرضوا لها. بس عارفه يا دكتور انا أيوة. انا شفت يمكن دوكيومنتريز كتيره قوي بتتكلم عن يمكن الرسومات نفسها بتخاطب، يمكن ما فيش رسائل بس تمام. الرسومات نفسها طريقه رسمها الكاريكاتير نفسه مرسوم ازاي او الكاركتر مرسومه ازاي بتخاطب اللاوعي لدى الاطفال، بيكون عنده شخص عنيف، شخص طبعًا. عنده طبعًا. مشاكل نفسيه، شخص عنده يمكن فضول مش في سنه، ما ينفعش ان هو يشوف حاجات مش في سنه دلوقتي. تمام. خليني اتكلم مع حضرتك كمان في ملف تاني مهم جدا جدا جدا، هو ملف التنمر اللي يمكن جديد علينا كمجتمع صحيح. مصري. ابتدينا نشوف التنمر في المدارس المصريه والحكومه المصريه في الحقيقه شددت العقوبه او عقوبه التنمر عند الاطفال. ازاي شفتي التجديد ده وازاي الاسره تقدر تشتغل على الطفل المتنمر؟ يعني لو انا عندي ابن متنمر ازاي اشتغل عليه، والطفل اللي بيتعرض للتنمر ازاي اشتغل عليه كمان؟ الحقيقه كلمه التنمر هي كلمه حديثه مستحدثه. احنا كان زمان بنقول السخريه في مثلا، بنقول بيسخر منه، بيتريق على كلمه بيتريق عليه في المدرسه او كذا. وكان الموضوع ده كان موجود على فكره من زمان، ده مش حاجه جديده علينا. بس كان في عارفه ليميت، يعني كان في كده حدود، كان محدد وكان ليه ردع معين. النهارده الموضوع زاد عن حد، وبالتالي يمكن الدوله خدت خطوه في هذا الموضوع. حتى نفس اللفظ ما كانش موجود، تنمر جاي من، انا دايما بحب اشوف اصول الاشياء، يعني تنمر جاي من نمر مثلا، النمر الذي يتنمر لكي يهجم على الفريسه مثلا، ربما. لكن الموضوع زاد، وهقول ليه برضو زاد لان احنا زمان لما كان يقول لك عيب ما تعملش كده في البيت، في هنا بقى التربيه الوالديه، الاب والام لا ما تقولش لزميلك كده، ما تقوليش لزميلتك كده عيب، كويس؟ ادي كلمه العيب ده في البيت. في المدرسه نرجع للمدرس يقول لا، يفصل بين الطرفين، لا بشكل حاسم. مدروس وحاسم، وبالتالي الموضوع كان ايه؟ ملموم. ملموم، وفي ناس بتعرف تاخد قصه العولمه بقى مع الجيل الجديد من الطفل ده، هو ده حصل مشكله. صحيح. حصل مشكله، فزادت تفاقمت الظاهره، هي ظاهره تفاقمت، فلازم يكون لها بقى قانون يردع هذا الموضوع ويوقفه عند حده. احنا كنا بنتعلم كده ايات قرانيه حلوه زمان، او حتى في الدين المسيحي مثلا كانوا برضو في بيقول لا يسخر قوم من قوم. احنا كنا بندرسها بقى والمدرس يجي يقول لنا او المدرسه تقول لنا على فكره كذا كذا. عايزين نرجع برضو القيم الدينيه والاخلاقيه الجميله لاولادنا. صحيح. احنا ما بقيناش نقول لهم كده، همنا اللانش بوكس يتحط فيه ايه كذا وكذا، مش همنا نعلمه نقول له لا. وانا بعتذر يا مصطفى، يمكن كمان انا النهارده لو انا بجد ام بقول لاولادي مثلا ايه، ما ينفعش تكذب، ما ينفعش تنم وهم شايفيني طول النهار، او كاب يعني، او كام ماسكه التليفون وبتكلم على ده وبنم على ده وبجيب في السيره ده وبختاب ده، دي حاجه وحشه جدا. وانا يعني انا النموذج اللي بقدمه اللي هم هيحتذوا بيه في الاخر، فلو انا بعمل ده ما ارجعش ازعل بقى ان انا ولادي في المدرسه رايحين بيضايقوا ولاد تانية بيتكلموا عليهم او بيضايقوهم زي احنا كنا بنقول عليهم بيغلسوا علينا يعني في بيغلسوا المدرسة. ايوه بيغلسوا بيتريقوا، كانت هي دي الكلمات اللي احنا بنستخدمها. لكن طبعا ده ما هنا القدوه، القدوه لازم تبقى من البيت، القدوه لازم من المدرسه. هل الطفل شايف قدوه دلوقتي قدامه وهل لو شافها يحتدي بها ومعاه معالجه جايه من العولمه واليوتيوب هيعرف يترجم ده؟ لازم بقى نخلي بالنا بقى قوي ونشوف احنا ده، احنا معانا جوهره. صحيح. الاطفال دول جواهر. صحيح. صحيح. حاجه جميله. انا بشوف نماذج والله بيجوا لي في مجله سمير كل يوم سبت، انا ببقى مبهوره بيهم، بيرسموا وعندهم وفنانين وادباء، يعني نوال ادباء وكتاب. واحد يقول لي انا بحب الجغرافيا، يعني حاجه غريبه، بحب الجغرافيا، يعني يبقى في ورشه رسم وقاعد يقرا جغرافيا. الله. يقول لي الجو حار والجو ممطر والحاجات هي بتاعتنا. وقاعد ده لازم ارعاه ولازم اخلي بالي منه يعني، واحبه وانمي موهبته. مفيش احلى من كده، مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده. هم بيدوا طاقه ايجابيه جميله جدا. والطفل الجميل ده والطفل اللي بيتربي كويس. أيوة. دي نعمه كبيره. صحيح. على صحيح. اسرته وعلى الدوله كمان. الدوله المصريه برضو عملت خدمه اسمها خط نجده انقاذ الطفل. وده
انا باعتقادي كان من اهم الحاجات اللي عملها. يعني انت لو شفت اسره بتعذب طفل او شكيت ان طفل مخطوف تمام. او عملت كده، عندك بوليس لحمايه الاطفال. ايوه صح كده ولا انا ما صح كده؟ ما اعرفش يعني هو شرطه ولا هو ليه علاقه بالتضامن الاجتماعي صح كده؟ ولو ان انا مش يعني المجتمع المصري طول عمره كان مسالم وحلو، لكن للاسف طبعا احنا لاننا تعرضنا وانفتحنا على العالم، وده طبعا ده حاجه كويسه برضو ان احنا ده حاجه كويسه وعمل على فكره الخط ده عمل مجهودات مهمه جدا. طبعا طبعا، وفي اطفال تم انقاذهم، وفي اطفال بدا يعني بدانا ان يبقى في حراك ثقافي ومجتمعي في هذا الموضوع، وده مهم قوي علشان نقدر نتطور برضو، يعني ده مهم قوي. ايوه. طيب يعني بص يا دكتور، انا شايفه انه احنا يمكن في الفترات اللي فاتت ابتدينا نركز قوي قوي على الصحه النفسيه عند الاطفال، وكتير نسينا شويه يمكن الصحه النفسيه عند الاباء والامهات. في بعض الامهات بقوا خليني اقول بيسترسوا قوي على فكره انه يا ترى انا ام كويسه، يا ترى انا بعمل كويس، بيتعصبوا شويه بكي يرجعوا، فالموضوع بقى شويه مهلك نفسيا يعني أوي. طيب ازاي الاسره تشتغل على نفسها عشان يعني تتعامل مع الطفل في سن صغير جدا بطريقه سليمه وصحيه، في نفس الوقت ما يبقوش بيجلدوا ذاتهم زي ما بيقولوا، يعني انه يا ترى انا بعمل كويس ولا لا، يا ترى انا النهارده اكيد مش ام كويسه. انا بشوف على فكره صحباتي كده كتير يعني يقعدوا كتير قوي يأنبوا نفسهم انه انا اكيد مش احسن حاجه في الدنيا، وتبقى هي هايله وعامله اللي عليها وزياده. كتر التأنيب، ما هو كتر التأنيب ده بيحصل رد فعل سلبي برضو، يعني لازم الدنيا تبقى هدوء، والتعامل مع الطفل يبقى بهدوء شديد بقدر المستطاع. احنا طبعا كلنا معرضين لضغوط دلوقتي، ضغوط الحياه على الكبار وعلى الصغار. لا، انا مش عايزه ان ضغوط الحياه لما الاب والام يبقى عندهم مشكله معينه تنعكس على الطفل. لما كان زمان بيقول لك اللي عايز يتخانق يتخانق بعيد عن الاطفال، حتى مجرد الشجار قدام الطفل ده حاجه مش صحيه ابدا بالنسبه له، ده في وقتنا دلوقتي طبعا بقت في حاجات ظواهر سيئه جدا، والطفل للاسف بيأسيميليت، عمال يشوف ويختزن. خلوا بالكم من الاولاد، لان هم اي حركه بتاثر فيهم، اي كلمه اي كذبه بتاثر، اي شيء ايجابي برضو بيأثر. لما يكون في موقف قدامه من الاب والام هيبقوا قدوه قدامه. انا عايزه ده، عايزه المدرس يبقى له كمان هيبتو. يرجع لهيبته تاني. صحيح. وبعدين الاساس في البيت دلوقتي نشتغل على اولادنا بهدوء يعني بقدر المستطاع، عشان انا عارفه ان الظروف صعبه. صحيح. جدا، واقتصاديا على فكره صعب برضو يعني. صحيح. علينا. صحيح. كلنا. انا متفق معاكي، ملف الطفل اعتقد من اهم الملفات اللي اهتمت بها الدوله المصريه، ربما في بعض التقصير في بعض الجوانب، ولكن بشكل عام عندنا خط نجده لانقاذ الطفل، عندنا مبادرات صحيه اتعملت للاطفال لقصه الامراض الوراثيه، عندنا جائزه المبدع الصغير لتاتي تحت رعايه السيد الرئيس شخصيا. عملنا كتير بس ناقصنا برضو اكتر واكتر واكتر، لان العولمه اللي حصلت في جيلنا من الاطفال، دخول اليوتيوب، دخول الكرتونز اللي احنا مش عارفين نواجهها باشكال مصريه، اعتقد محتاجين نفكر جدا في هذه القصه. القينا الضوء على كل الملفات، سواء اعلاميه سواء صحيه سواء اجتماعيه. الدكتوره شهيره خليل رئيس تحرير مجله سمير نورتنا وشرفتنا النهارده في استوديو صباح الخير، وربما حللت معانا بشكل عام كيفيه تناول الدوله المصريه لملف الطفل المصري. شكرا جزيلا ليك يا دكتور. الف شكر ليك، وصباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. شكرا جزيلا. صباح الخير على حضرتك.